خياط. يابا انا تعبت من نفخ يابا. انفخ ياط بدل ما انفخك. المنفخ بايظ. اوعى تقول كده ياط، ده المنفخ اللي حلتنا، انت كده عايز تقطع عيشنا. انا اللي نفسي يتقطع. طالما المنفخ بايظ انفخ ببوقك. لا والنبي الا بوقي، انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي. خلاص لو مش عايز تشتغل معايا هوديك تشتغل عند عمك حنكش الميكانيكي. ايه اللي حنكش والنبي ده بياكل العيال. يبقى تنفخ وانت ساكت، انا بعاملك زي ابني مع اني ما احبش القرابه في الشغل. انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي. عايز تبقى صايع اروح امك؟ انا بعلمك صنعه عشان تعرف تاكل منها عيش. طب انا عايز اسيب المدرسه. حلو، بلاها تعليم. هم يعني اللي خدوا شهادات عملوا بيها ايه؟ طب خليني اشتغل معاك حاجه تانية غير النفخ. يا ابني يا ابني ابوك عجلاتي نفخ، ادعي بس ربنا يكرمنا كده ونشتري عجلتين عشان ناجرهم. بقول لك يا ده سولي، خد المسامير دي ارميها في الحاره وبره في الشارع وكرمنا يا رب. ارميها ليه في الشارع وفي الحاره ويكرمنا يا رب ليه؟ عشان اللي عنده عجلة تفرقع ويجي يصلحها عندنا، وسامحنا يا رب. حاضر يا رب يكرمنا. ابني ليه؟ علشان تعملي بلقمتك. خلاص ياما تعلميني. اعلمك؟ امال لازمتها ايه المدارس اللي بتروحيها؟ ياما هو المدارس بيعلمونا فيها تقوير الكوسه والبتنجان. خلاص هخرجك منها، لعلمك بقى المدرسه دي هتجيبك ورا. شايفه يا بنت بوظت البرنجان، الست مش هتعرف تحشيه، الرص هيخش من هنا يبص من الناحيه التانية. تكخيبه. بتتكس بسرعه. ازيك يا ام مي؟ اهلا اهلا. ازيك يا ام بندق؟ ناولين الحاجه يا اختي. حاضر يا حبيبتي. حطيتي معاهم خلطه المحشي؟ طبعا كل حاجه هنا في الكيس. تسلمي يا اختي. اهدى، البتنجان كله بايظ. لا ده حتى طازه. ده مخروم. احنا واخدينه منك كده. لا يا حبيبتي انا شاريه منك، وقلت لك عوريها على ما ارجع لك. ما حصلش. ما ينفعش تكون ولية كبيره وكدابه. بيتلك كبيره وكدابه ولية. انا طبعا. بحسب. طب يلا يا اختي اتكلي على الله، مطرح ما يسري يهري. بس البدنجان ده ما اعرفش هيتحشي ازاي. مش لازم تحشيه، خليليه. انت كده بتتريق عليا ومش عاجب كلامي. ايوه بتريق، ولو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي هعورك بالمورده عشان تبقي شبه البرنجان اللي معاكي. خلاص همشي بس مش هسيبك. مش هسيبك. شيخه تضحك على ايه يا بنت؟ فشخه ضبك كده ليه؟ ياما انت كل يوم تعوري لك اتنين تلاته. ايوه يا اختي لازم اعمل كده لحسن الناس تاكلني ويحلوا بيكي يا عينيا. بقول لك ايه يا بنت؟ اعدلي مقوارك، انا بقول لك اهو بدل ما اسفخك على بوسك اعدلهولك. يلا البصل الاخضر، وردي يا نعناع، خضره للجرجير. ما تنادي معايا يا بنت. ياما نفسي اتقطع وعايزه اروح. لا مش هتروحي، واعملي حسابك مفيش مروح من هنا غير لما تجيبي فلوسك يا اختي ومصاريفك واكلك. انا مش هشتغل معاكي تاني ياما، انا هروح اشوف لي حته تانيه استرزق منها. ده انت لو لاقياني على باب جامع يا شيخه ما هتعملي كده. في ايه يا بنت؟ انت يا بنت ماشي، ده انا لو كنت قطعالك رجل ولا ايد ما كنتيش عملتي كده. ماشي يا بنت ابو منفخ مخروم. يا خضار الخضار الخضار الخضار، وارور يا جرجير. ماشي ماشي يا بنت علي. وسع لي كبير قوي. وسع حاجه وسع حاجه وسع حاجه. الايراد مخزت على النهارده. اعمل لك ايه يا اخويا؟ مع عيالك هما اللي بيتمرقعوا في الشغل. بقول لك ايه، احنا لازم نخرجهم من المدارس زي قلتها يا اخويا اللي خدوا شهادات عملوا بيها ايه. انا بقولك العيال بيتخرجوا من المدارس بيطلعوا يقعدوا على القهوه، يعني مش هتفرق. لا
من حيث هتفرق بتفرق. الواد من دول لما يقعد على القهوة القهوجي يجي يقول له تحب تشرب ايه يا باشمهندس، بدل ما يقول له تشرب ايه يا اسطى. بس الكلام ده ما بياكلش عيش خالص. هي البت مي فيه؟ مي بلا حسره، ما تفكرنيش، كانت قاعده في ريحي في الفرشه النهارده وسابتني، قال ايه مش عايزه تقعد جنبي وعايزه تشتغل لحسابها، راحت تبيع مناديل في الاشارات واطيه وقللت الاصل طلعالك. البت دي لازم نشوف لها عريس. البت كبرت بقى عندها 12 سنه، لازم تتجوز قبل ما حد يضحك عليها ويغرغر بيها. يغرغر بيها بلا خيبه، ده اخره يتغرغر بيها. مين يا اخويا اللي هيبص لها؟ بنت العجلات يا ابو منفخ مخروم. ما تلم لسانك شويه بتاعت الفجل. حاضر يا اخويا هلمه، بس انا بقول لك ايه، اعمل حسابك، انا بنتي مش هياخدها اي واحد صايع، انا عايزاك تجيب لها عريس كده متريش فوق الستين. ايوه، ويكون بينه وبين الموت عطسه. انا يا اخويا تعبت من قعده السوق وتعبت من الخدمه في البيوت. اه يا زمن، هبيع لحمنا بالفلوس. يا سلام يا اخويا، ايه الاوفر ده يا واد؟ عندك مشكلة؟ لا ما عنديش، بس نشوف مين اللي هيدفع اكتر. يلا حرام، فيكيش راجل. مين اللي بره ده؟ ده الواد السيس اللي اسمه ابراهيم الاحمر، عامل دكن ونوش قدام البيت. ابراهيم الاحمر؟ ده كان اسمه ابراهيم الابيض تقريبا. لا كان، بس لما عمل خناقة كبيرة شلف فيها كل رجالة الحارة، خلاهم كلهم دم، بقى اسمه ابراهيم الاحمر. واحنا مالنا ومال الشمال؟ ابدا، اصل انا بعزقت كرامه اهل مراته النهارده في السوق، فشكله كده جاي يتبهدل زيها. يا نهار اسود، قلت لك بلاش بلاش شكل مع العالم دي عالم سوء. انشي يا انشي، خليك يا اخويا خايف جوه جلابيتك، انما انا بقى لا بخاف من ابراهيم الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر ولا كل الالوان. خليك يا اخويا.